أهلا بكم أعزائي المستمعين واشتباك جديد. النهاردة هتكلم عن ظاهرة أصبحت بتتردد مقولاتها في الفترة الأخيرة كتير، هستيريا إخوانية زادت في الفترة الأخيرة وارتفعت معها نغمة المزايدات من أرامل البنا وندبات الجماعة وقنوات العمالة والخيانة، وارتفعت النغمة الأيام دي مع أو تزامنا مع أحداث غزة. هي بتتكرر كل عام أو كل شوية الهستيريا دي بنفس الروتين بنفس الاسطوانة المشروخة، ولكن الأيام دي النبرة تعالت قوي واتطورت من درجة الهستيريا لدرجة ممكن نسميها السايكوباتية الاسكيزوفرينيا. المسألة أصبحت أشبه بإعادة تدوير النفايات، لكن الكارثة إن في أصوات للأسف في الداخل ومنها مثقفين ومنها نخبة بتقول إن الإخوان فصيل وطني. السؤال اللي بيفرض نفسه، كيف لمن قال طز في مصر أن نصفه بأنه فصيل وطني؟ كيف لمن قال عن الوطن أنه حفن من تراب عفن أن يكون فصيلا وطنيا؟ كيف لمن قتل القاضي الخازندار والنقراشي باشا أن يكونوا فصيلا وطنيا؟ إذن إعادة تدوير الإخوان على أنهم فصيل وطني من نسيج هذا البلد بالبلدي كده ما بقتش تاكل مع حد، أصبحت لعبة مكشوفة وخدعة خيبة. فلو كان فصيلا وطنيا بجد لكان قد استغل الفرص التي أتيحت له المرة تلو الأخرى، يستغلها لمصلحة الوطن مش لمصلحته، ولكن مصلحة الخلافة عند الإخوان تغلبت على مصلحة الوطن. وعديلكوا الفرص اللي منحت للإخوان وضيعوها. الفرصة الأولى كانت في زمن الملكية لما انحازوا للملك ضد الوفد وكانوا ذراعه الحديدية في الشارع، وكانوا مع إسماعيل صدقي واللي وصلوا معاه في النفاق إلى أقصى. تخيلوا قالوا عنه إيه؟ اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. ده الكلام ده عن إسماعيل صدقي على فكرة. أضاعوا فرصة العمل العلني اللي سمح لهم به، أحرجوا النظام، قتلوا قاضيا حكم عليهم حكما لم يعجبهم اللي هو الخزندار، ولما اصطدم بيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية النقراشي باشا وقرر حل الجماعة قتلوه هو كمان قدام الأسانسير في الوزارة. بدأت بعدها بقى حوادث الحرق والتفجير، انتقام وزرع الارتباك والفوضى، كل ده قبل 52. دي فرصتهم الأولى اللي أهدروها بكل حماقة وغباء. طيب جات لهم الفرصة التانية مع عبد الناصر في بداية الثورة، شطب عبد الناصر على كل الأحزاب وسمح لحركة الإخوان حركة واحدة أو جماعة واحدة بالشراكة مع ضباط الثورة أو مع ضباط الأحرار، لدرجة انه اختار وزيرين من الاخوان في اول وزارة بعد 52.
يعملوا ايه بقى مع الهدية المجانية دي اللي جابها لهم اللي قدمها لهم عبد الناصر؟ يحاولوا يغتالوه في المنشية. تخيلوا، يحاولوا يغتالوه في المنشية. ده المقابل اللي قدموه للجميل اللي عملوا فيهم عبد الناصر. ده الفصيل اللي بيدعي الوطنية وبيدافع عن عودته البعض وبيزايد علينا. جسادات، أخرجهم من السجن، أطلق إيديهم بحرية في الشارع وفي الإعلام، سمح لهم بإصدار مجلة الدعوة، سمح لهم باكتساح النقابات المهنية والسيطرة على مفاصل الدولة. كانت النتيجة اغتياله يوم حفل زفافه، يوم احتفاله بالانتصار في 6 أكتوبر، إلى أن جاء مبارك ومنحهم القسمة الجهنمية اللي كانت لعنة عليه وعلى النظام، وعندما منحهم أكثر من 80 كرسي في البرلمان. تخيلوا، بعدها طالبوا بإعدامه في ميدان التحرير بعد 2011. دول الإخوان اللي بيقدموا نفسهم على إنهم من نسيج الوطن، اللي بيقدموا نفسهم على إنهم فصيل وطني، اللي بيقدموا نفسهم على إنهم هيبقوا معانا في إطار الدولة المدنية. الحقيقة ده كلام هراء هراء لا ينطلي على طفل في ابتدائي. لا هم فصيل وطني ولا هم هيرضخوا لمبادئ الدولة المدنية. وحكاية الدولة المدنية دي عايزة حلقة جديدة من اشتباك أكلمكم فيها عن الإخوان. هل هيدوبوا معانا في الدولة المدنية ولا دايما هيبقوا مصرين على الدولة الدينية؟ انتظروا حلقة جديدة من اشتباك.